يصدح فيك صوت المأذن. الله الله أكبر، شام لغير ربنا تنحنى. راسك خليه مرفوع زما نزل نال رجوع، ونحنا أحفادك خالي صوت الحرية مسموع. وهي هي 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 وهي هي هي، ما منها بالموت ولا يتراجع فينا الموجوع، ما منها بالموت ولا يتراجع فينا الموجوع. نحن أمة الجهاد وما تعودنا على الخنوع. راسك خلي مرفوع وزمن الزل ما لرجوع. راسك خلي مرفوع زمن الزل ما لرجوع. ونحن أحفادك خالي صوت الحرية مسموع. وهي هي 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 وهي هي. لك يا غدار اسمع اسمع وما يهزنا صوت المدفوع. ويا غدار اسمع اسمع وما يهزنا صوت المدفوع. ولغير الله ما بنركع، وامك لا تنزف الدموع. واخر ايامك من عنا مجرم قاتل مالك منا. الله يرحم اللي غنى، يلا ارحل يا بشار. بسم الله الرحمن الرحيم، باسم القبائل والعشائر عامة والحديدين خاصة، نناشد العالم عامة عدا روسيا وإيران، ونوجه نداء خاصة للأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يقفوا إلى جانب هذا الشعب المسكين، وأن يحموه من آلة القمع الروسية الإجرامية الأسدية الذي استخدم الأسلحة المحرمة دوليا بحق هذا الشعب المسكين. ونطالب كافة شرائح المجتمع الدولي وكافة الفصائل إلى توحيد الصف تحت راية واحدة وكلمة واحدة، والعودة إلى التظاهر السلمي في الحرية والكرامة. ولن ننسى دماء شهدائنا ومعتقلينا في السجون النظام المجرم حتى إسقاط هذا النظام المجرم بشار وكافة رموزه والمشتركين معه بالقتل والتدمير وتهجير هذا الشعب بكافة أطيافه. عاشت سوريا حرة أبية، ويسقط بشار الأسد. صوت الحرية مسموع. تكبير.